أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى بالفحص الطبي قبل الزواج خصوصا أنه إلزامي؟ والله أنا أرى أن الأصل السلامة، إلا إذا عرف عن شخص أو اشتبه في رجل أو امرأة أن فيه مرض، اشتبه في ذلك يفحص من أجل التأكد لا بأس عند الحاجة. أما إنسان ما اشتبه فيه والأصل السلامة، ولا نعطل الزواج بالأشياء هذه، لأن هذا يبي عطل الزواج ويبي يحدث الشكوك والأوهام، فهو فتح باب شر. لكن إذا كان امرأة أو رجل اشتبه في أن فيه مرض كذا وكذا لا بأس من فحصه. نعم.